في أول أخبارنا، أشادت اللجنة العليا لحماية الطفل في وزارة الداخلية بإعلان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة إمارة صديقة للطفل، لتصبح أول مدينة صديقة للطفل على مستوى العالم. ووصف اللواء الدكتور ناصر الخريبان النعيمي الأمين العام لمكتب سبونة برئيس مجلس وزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة العليا لحماية الطفل في الوزارة الخطوة بالحضارية التي تعزز من الاهتمام برعاية الطفل والأسرة وفق معايير متقدمة ومتطورة، كما أثنى على المبادرات المتميزة التي انبثقت عن إعلان الشارقة إمارة صديقة للطفل، مؤكدا أن إعلان الشارقة مدينة صديقة للطفل يعزز من جهود دولة الإمارات في أن تصبح مركز إشعاع حضاري ومثالا وقدوة يحتذي بها في المنطقة في تعزيز حماية وأمن الطفل، وذلك من خلال إجراءات كافة الإجراءات كافة والكفيلة بتعزيز أمن وأمان مجتمعنا. نفذت إدارة السيناريوهات الأمنية بالإدارة العامة للإسناد الأمني في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبالتنسيق مع كلية الشرطة بأبو ظبي سيناريو أمني متكامل لتعريف دفعة الطلبة المرشحين 26 بكيفية القيادة والسيطرة وتسلسل الإجراءات المتبعة في الأحداث الأمنية لضمان أقصى درجات الجهوزية. وجاء تنفيذا السيناريو ضمن إطار إيجاد حلول لمختلف التحديات التي يمكن أن تواجههم في مسيرتهم الشرطية من خلال إشراكهم مع ذوي الاختصاص والخبرة من الجهات الشرطية الميدانية. كما كشف العميد مهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات إلى أنه سيتم تركيب 30 كاميرا كمرحلة أولى على المخارج ضمن نظام يقوم بتحليل الصورة وقراءة رقم السيارة ويصدر المخالفة تلقائيا، ويرصد المركبات الغير الملتزمة بخطوط السير والمتجاوزة للإشارات الحمراء والقيادة على كتف الطريق التي تقوم بالعبور في أماكن الصندوق الأصفر، حيث يتعرف النظام إلى أرقام السيارات في 4 مسارات، مساران من كل جانب من جوانب المثلث الأصفر، ويقوم بإرسال المخالفات مباشرة إلى مركز القيادة والسيطرة. وفي موضوع آخر، أكد العميد السويدي أن الإدارة العامة للعمليات أطلقت خدمة جديدة تتيح لذوي الإعاقة غير القادرين عن الإبلاغ هاتفيا عن الحالات الطارئة إرسال رسائل نصية إلى رقم 999 من أي مكان في الدولة. فازت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لأمن المطارات بست جوائز ضمن جوائز مطارات دبي للتميز في الأمن والسلامة. وأكد العميد علي عتيج بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بأن الإدارة تسعى دوما لأن تكون الشريك الأمثل والفعال في مجال أمن الطيران المدني وتعزيز تلك الشراكة من خلال التنسيق والتعاون البناء بين مكونات المنظومة الأمنية وتعزيز فعاليتها وقدرتها على أداء المهام المكلفة بها على أكمل وجه، وذلك من خلال سلسلة من الخطط والبرامج التطويرية والتأهيلية للكوادر البشرية بالإضافة إلى اقتناء أفضل الوسائل والمعدات والأجهزة الأمنية المستخدمة في هذا المجال. أكد المقدم سالم حريمل رئيس قسم متابعة المخالفين بشرطة الشارقة أن حملات الضبط خلال 11 شهرا من العام الجاري تمكنت من القبض على 12,021 مخالفة، منهم 8,099 من الذكور و3,922 من الأناث من جميع الجنسيات ومن مختلف المناطق بإمارات الشارقة، بناء على الإحصائيات الصادرة عن قسم متابعة المخالفين والأجانب في القيادة العامة لشرطة الشارقة، مؤكدا أن الشرطة مستمرة في ضبط المخالفين وعلى مدار الساعة، حيث تستهدف جميع الأماكن التي تشهد تمركزا للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضدهم لتحقيق أمن المجتمع والحد من هذه الظواهر التي تشوه صورة الإمارة. مشاهدينا، كانت هذه أخبار وزارة الداخلية لليوم، نأخذكم الآن مع أحب وطني ولكن بعد هذا الفاصل.